اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. هناخد مع حضراتكم جوله كده، هي جوله كوكتيل غريب شويه، الكره الهولنديه مع الكره اليونانيه مع الكره الاسبانيه كلهم مع بعض. يمكن يكون العامل المشترك بينهم هو ضيفنا من خلال فيديو كونفرنس نجم اياكس الهولندي السابق ومنتخب اليونان يانيس انستازيو. طبعا بدايه بشكرك على ظهورك معنا على شاشه النادي الاهلي ووجودك معنا في السادسه. Pleasure is all mine. Hello there. ما بالك سروري لتواجدي معكم، اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك. البدايه تسمح لي هتكون مع المدير الفني السابق بقى لبرشلونه رولاند كومان. ازاي شفت، يمكن هو كان سبب اساسي في انضمامك لنادي اياكس الهولندي، بس خليني اسمع منك تقييمك لفتره كومان في تولي مسؤوليه برشلونه الاسباني. Yes indeed was not the best thing. بالطبع هو لم يكن هذا لم يكن اسعد شيء او افضل شيء حدث لرونالد كومان في تاريخه. بالطبع كانت تجربه صعبه، هو بالفعل عانى مع الفريق بسبب رحيل ميسي. الفريق في الفتره الاخيره لم يستطع الحفاظ على نجومه، خصوصا اللاعبين الذين كانوا يحملون مسؤولية الفريق كميسي. ميسي كان يحمل الفريق حرفيا على عاتقه، فحل المشكلة لم يكن بيد رونالد كومان. وبناء على رحيل ميسي ترتبت على هذه الصفقة، على هذا الرحيل، مشاكل مالية خاصة ببرشلونة، مشاكل لم تكن متوقعة من قبل. الأمر كان صعبا على المدير الفني. تركيبة رونالد كومان أساسا، يعني هل هو شخصية متصادمة مع النجوم؟ شفنا حتى بداية من تولي المسؤولية تصادم مع لويس سواريز نجم هجوم البارسا ورفض أنه يستمر مع الفريق، ويمكن كل جماهير البارسا شافت أن دي واحدة من أهم أخطاء أو الأخطاء الفادحة اللي ارتكبها رونالد كومان. حسنا، هذا كان قبل عام من الآن. النادي كان مساندا لرونالد كومان على سبيل المثال في رحيل لويس سواريز، ولم تكن فقط فكرة رونالد كومان، كان مثلا هذا قرار مناسب للنادي بدليل أن النادي وافق. بالفعل لم يكن الأمر سهلا. لويس سواريز كان من اللاعبين الأساسيين الكبار في الفريق بجانب ميسي، لكن إذا كانت هذه إرادة النادي فرونالد كومان هو مجرد ينفذ إرادة النادي وينفذ ما يريده رئيس النادي. هو فقد المهاجم الأساسي للفريق ولم يستطع باستبداله بأي لاعب حالي في الفريق يؤدي بنفس أداء لويس سواريز. الأمر صعب أن تحل محل لاعب كلويس سواريز، أن يؤدي كلويس سواريز وأن تؤدي كميسي. الأمر كان صعبا جدا. احتاج رونالد كومان لبعض الدعم من الجماهير بعد رحيل لويس سواريز، وكان يجب أن يشعروا أن رحيل لويس سواريز لم يكن مسؤولية كومان فقط، وكان يجب عليهم التعامل مع هذا الأمر. إزاي رأيت أو شفت قرار البارسا باستعانة بنجم البارسا السابق تشابي هرنانديز؟ حسنا، برشلونة منذ عدة سنوات، لا أعلم منذ متى، يستعين بلاعبين رائعين ويستعين بمديرين فنيين رائعين كذلك. فمدير فني على سبيل المثال بيب غوارديولا هو أحد المديرين الفنيين الرائعين المميزين مع الفريق، وأيضا تشافي كان لاعبا جيدا، فبالتالي نظن كما فعل في قطر بالفعل مع السد القطري يستطيع أن يؤدي مع برشلونة. لكن الأمر مختلف، أنت تؤدي الآن مع فريق كبير، تاريخ كبير، وتخلف مدير فني كبير لم يكن في أحسن حال، فيجب على الجماهير أن يصبروا، يجب عليهم أن يصبروا ليؤدي الفريق كما يتوقعون في دور الأبطال وفي الدوري المحلي. الأمر صعب جدا على تشافي الآن. لاعبين كبوسكيتس وبيكي يزدادوا في الكبر، لاعبين يكبرون الآن.
الامر صعب الان وفتره صعبه على تشافي وعلى برشلونه. طيب انتقالا من اسبانيا ومن برشلونه روح معاك لهولندا، وانت يمكن كان ليك مشوار في الكره الهولنديه مع طبعا واحد من اهم الانديه ان لم يكن اهمها هو اياكس الهولندي. بدايه كده تكلمني عن رحلتك، اهم الالقاب اللي حققتها، اهم نجوم جيلك في اياكس الهولندي. حسنا، كانت أبرز الألقاب مع أياكس كان حينما فزنا بالدوري، وبعدها فزنا بالسوبر بكأس السوبر، وفي العام القادم وفي العام التالي في 2005 فزنا بالفعل بكأس هولندا. كان الأمر فترة رائعة من البطولات، لم يكن هناك لحظات سيئة لأتذكرها. كانت 3 سنوات رائعة مع أياكس، مديرين فنيين رائعين، لاعبين رائعين، أداء رائع. لم يكن الأمر من المميز بقوة في دوري الأبطال الأوروبي، لكن زاملت لاعبين رائعين، ومنذ غادر زلاتان إبراهيموفيتش وهؤلاء الراعين النادي لم يحتفظ بنفس التوازن، ولكن لا زال يقدم لاعبين رائعين وكان يقدم من قبل. فقد عاصرت بعض اللاعبين صغار السن مثل ويسلي شنايدر، رايان بابل، كانوا يؤدوا أداء رائعا في هذه الفترة. فلدي بالفعل ذكريات رائعة لأتذكرها كلاعب مع أياكس. بمناسبة كلامنا عن أياكس، أنا بشوف وكثير بيتفقوا معايا في الرأي ده إنه أياكس من واحد من أنجح الأندية اللي عندهم قدرة دايما على تجديد الدماء. يعني دايما بيقدم نجوم لأهم الأندية في الكرة الأوروبية، ويتوقع الجميع بعد رحيل النجوم إنه النادي مستواه تراجع، لكنه بيفاجئ العالم كله بتقديم جيل جديد على نفس المستوى. حتى يمكن شفنا ده قريب جدا مع أسماء زي حكيم زياش نجم المغربي، مع ديونج، مع فان دي بيك، مع ديليخت، كلهم رحلوا، ورغم كده ما زال أياكس قادر على إنه يحافظ على شخصيته وهويته. إزاي بيعمل ده، أو إيه السر من وجهة نظرك؟ حسنا، الأمر كما رأيت على أرض الواقع في أياكس، الأمر كان صعبا أن تشرحه إلا إذا كنت معاصرا بالفعل. أياكس يعد اللاعبين إعدادا رائعا مثل دي لخت ودي يونغ، حكيم زياش، ولكن المشكلة بعد الرحيل من أياكس، إذا نافست تحت مسمى أكبر من أياكس وزادت الضغوط، فأنت حينما تلعب مع أياكس الضغوط تكون أخف، لكن حينما تذهب إلى البريمير ليج وحينما تذهب إلى مانشستر سيتي وليفربول أو تلعب ضد هذه الفرق، فالأمر يكون مختلفاً مختلفاً جذرياً لهؤلاء اللاعبين. فاللاعبين مع أياكس يلعبون تحت ضغوط أخف، فبالتالي يستطيعون أن يظهروا شخصياتهم الحقيقية ويلعبوا بأريحية، فلذلك اللاعبين لا يؤدون بنفس الطريقة مع بعض الأندية الكبيرة في أوروبا، فيجب عليهم أن يثبتوا أنفسهم على العكس مع أياكس. يجب أن تؤدي مع هذه الأندية الكبيرة في الحال وتظهر نفسك في أول المباريات، لكن مع أياكس الأمر. لكن السؤال الأهم هنا، اسمح لي، سؤال ممكن يكون من وجهة نظر جماهير الأياكس، مع الأخذ في الاعتبار أنه في إحصائية بتقول أنه أياكس الهولندي يعتبر أكبر نادي صدر لاعبين للدوريات الخمسة الكبرى، بنتكلم على 81 لاعب في الدوريات الأوروبية بشكل كامل. السؤال هنا، ليه أياكس ما بيحافظش على نجومه عشان يكون عنده القدرة على أنه ينافس على الألقاب الأوروبية، واللي شفناه قريب من واحد جدا في السنوات الأخيرة لما وصل قبل نهائي تشامبيونز ليج؟ حسنا، الأمر بالنسبة لأياكس وبالنسبة للاعبين يكون الأمر أشبه بالبيت، ويكون الأمر خاص بإخراج العديد من اللاعبين والاستثمار فيهم، فإن استطاع هؤلاء اللاعبين المنافسة على دوري الأبطال فالأمر حسنا، لكن الأمر لا يتعلق بالمنافسة، تعلق بالاستثمار أكثر.
فيكون الأمر صعب على أياكس حينما يعرض على لاعبين الكثير من الأموال للانتقال، فأياكس يضطر أن يرضخ لطلبات هذه الأندية، فالأندية تعرض الكثير من الأموال لاستقدام لاعبي أياكس، فأياكس هنا يفكر في الاستثمار لا يفكر في البطولة في حد ذاتها. الأمر يعتبر تحدي لإدارة أياكس أن تحافظ على لاعبيها. إذا نظرت إلى الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الأمر تحدي كبير أن تحافظ على لاعبين. يهمني أقف معك كمان مع الكرة اليونانية، والبداية الحقيقة خليني أكلمك بداية على الدوري اليوناني، بما أنه في مصر هنا كان لنا عدد كبير من النجوم المصريين اللي احترفوا في الدوري اليوناني. أنت صاحب مشوار طويل هناك، وكنت بتدرب واحد من أكبر الأندية باناثينايكوس، وحاليا بتدرب بانيتوليكوس اليوناني أيضا. فخليني أسألك بداية من خلال متابعتك لمشوار اللاعبين المصريين، مين اللاعيبة اللي نجحت من وجهة نظرك أو قدمت مردود جيد للكرة اليونانية، لاعبين مصريين محترفين؟ الأمر صعب. يوجد العديد من اللاعبين المصريين الذين نجحوا حاليا، يوجد عمرو وردة ويوجد كوكا، ولكن أنا أتذكر أكثر مجدي طلبة هو أنجح لاعب في تاريخ الدوري اليوناني، أنجح لاعب مصري. والتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن قدم أداء رائعا في المسابقة، وأيضا أتذكر هؤلاء اللاعبين أنهم كانوا لاعبين ذو جودة جيدة وشخصية قوية، أثبتوا أنفسهم في وقت قصير. فكلاعب أو كمدير فني رأيت شخصيات مختلفة من اللاعبين المصريين في الدوري المصري الذين ساهموا بالفعل في الفوز مع أنديتهم. بيتهيالي كمان مدير الفني الحالي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني احترف لفترة في الدوري اليوناني، مش عارف تابعته وشفته تتذكره ولا لا؟ جريس يس يا دوري مبريكا. نعم أتذكره، كان يلعب في الدوري اليوناني، أدى أداء جيدا، كان يلعب في مركز المدافع الوسط المدافع، كان لديه كارير رائع كمدير فني أكثر منه كلاعب، لديه ما الكثير ما تستطيع أن تتحدث عنه كمدير فني أكثر منه كلاعب، ولكن بالفعل أتذكره مع النادي، وكانت من السعادة أن أراه ناجحا مع ناديه الحالي. واحنا بنتكلم على الكره او عن الدوري اليوناني، خليني كمان اكلمك على المنتخب اليوناني، للناس يمكن لما بتيجي سيرته بيتذكروا بشكل كبير جدا المفاجاه اللي قدر يحققها في بدايه الالفيه 2004 على وجه التحديد، وفوزه ببطوله اليورو. ما الذي ينقص منتخب اليونان حتى يعود منافسا مره اخرى على البطولات من وجهه نظرك؟ حسن، ما يحتاجه الفريق هو روح فريق 2004، الروح والحماس والقتال لأجل زملاء الملعب، القتال لأجل الفريق ولأجل اسم البلد. فالأمر مختلف عما يحدث الآن مع الجيل الحالي، تفكير مختلف وعقلية مختلفة. اللاعبين الآن يفكرون في النجاح الفردي، النجاح مع الأندية، لا يركزون على النجاح معا كفريق وكمنتخب يخدم صالح المنتخب الوطني. يوجد الآن العديد من اللاعبين اليونانيين الرائعين، ولكن عليهم أن يلعبوا معا ويؤدوا كفريق جماعي ينافس وينافس على البطولات ويخدم اسم البلد. يعني أستاذي خليني أسألك سؤالي الأخير عن أفضل مدرب أو أفضل مدير فني من وجهة نظرك، ومن يستحق لقب الأفضل في العالم فيما يتعلق باللاعبين؟ سؤال صعب. المدير الفني الأفضل، الأمر يعتمد على نوع كرة القدم التي تفضلها.
كمهاجم أحب الكرة الهجومية، فبالتالي بيب غوارديولا هو أفضل، هو الأفضل الآن، وهو أفضل مدرب يؤدي بطريقة لعب. ومين النجم اللي يستحق لقب الأفضل في العالم حاليا من وجهة نظرك؟ وأفضل لاعب بالنسبة للمواسم الأخيرة كان كريستيانو رونالدو، وبالنسبة للكرة وبعض الإنجازات ميسي العام الماضي قدم العديد من الإنجازات، لكن رونالدو لاعب رائع من وجهة نظري. يعني سانستازيو نجم أياكس الهولندي والمنتخب اليوناني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي، وكل التوفيق للاعبتنا في اليونان. واعتقد دلوقتي كوكا، يعني يمكن انستازيو كان بيتكلم انه موجود في اليونان، لكن كوكا الموسم ده موجود في تركيا، وان كنت اشوف انه اليونان دايما كانت بوابه مهمه جدا للاعبين المصريين. فقرات المتواصله وكلامنا عن المنتخب المصري وعن الدوريات الاوروبيه هيكون مع حضراتكم في السادسه بس بعد الفاصل.